فهذا حمايه ايضا، فيحمي الجنين الماء الساخن. واي والمشروب يشرب ايضا كمان صدمات الواقعه اذا طبعا زين. ففي نعم على هيدروجين. نعم ما بقي الا خمس دقائق، ما بقي الا خمس دقائق لان نحن ما نستطيع نمشي في هذا الماده، لان عن العالم الياباني الذي يتكلم عن الماء تمسك الماء ويتغير شكله عندما تمدح في الماء، واذا عندما تستهتر الماء ويتغير شكله الى شكل يعني عالم اسمه ماسارو ايموتو، ومذكور في القران الكريم افرايتم بالرؤيا، اذا الماء في رؤيا يعني عظيمه. زين قال صعب ان نمشي عليها، ناخذ فوائد الهيدروجين. نعم ماء ساخن، الماء طبعا فوائد الماء مذكور في القرآن الكريم 63 مرة. المعادلة العلمية الوقت صعب، في هناك معادلتان علميتان على أساس الماء يعطيك حياة صحية، بس نذكر على الماء بس المعادلة الأولى، الماء تعطينا ذرتين هيدروجين وذرة الأكسجين، إذا ماء يعادل الحياة، عرفت كيف؟ ومن ثم نعم فوائد بس نشرح هنا، الماء يعطينا حياه يعني هيدروجين واكسجين، الحراره تقضي على بكتيريا ضاره في الغلاف الجوي، هذا اكتشفه الالمان داونز بلانت في 1877 ان الحراره تقضي على بكتيريا ضاره في الغلاف الجوي، واذا اختفت الشمس لمده ساعه لا يوجد اي كائن حي يستطيع يعيش، حراره تقضي على البكتيريا الضاره فاذا تعطينا الصحه الجيده، فوائد الشمس من اذا حراره من الشمس واذا الصحه الجيده، الماء الحياة، إذا ماء والحرارة أي ماء ساخن إذا يكون حياة صحية، أنا أعتبرها معادلة علمية، أعتبرها معجزة من معجزة الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الماء. من فوائد الهيدروجين، فوائد الهيدروجين إيش يقولون العلماء عن الهيدروجين؟ إيش هو الهيدروجين؟ الهيدروجين هو بخار مائي، ذرتين الهيدروجين H2O، فعندما تحرق الماء يعني سخن الماء يتبخر، هناك الهيدروجين يتبخر، وهنا لما تشربوا الماء الساخن فتستوعبون الهيدروجين كمية كبيرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الطفل الجنين يعني الجنين في داخل رحم الأمة فيستوعب هذا الماء الساخن الوسائل المنيوسي، وعشان ما نعود للكلام فهنا يستوعب كمية كبيرة من الهيدروجين، لذلك الطفل الصغير يكون بحالة صحية جدا وعظام، ممكن قد إذا طاح مثلا الطفل ما يحصل كسور قد، لكن مع تقدم السن يحصل استنزاف للهيدروجين، لذلك المسنين اذا طاح شويه يحصل كسور، فيحصل يعني استنزاف للهيدروجين، وموجوده كميه كبيره في الكبد، اكبر كميه حوض الهيدروجين، وموجوده في كل اعضاء جسمه حوض الهيدروجين، بس اكبر كميه في الكبد عشان الكبد وجوده هو حمايه من الامراض، وهذا الهيدروجين يحمينا من الامراض، يحارب السموم، واذا فهنا ايش يقول العلماء عن الهيدروجين الذي يدعم ايضا يدعم الماده نفسها، الهيدروجين وقود الحياه، السياره تحتاج الوقود، فجسم الانسان يحتاج الوقود له هيدروجين، فهيدروجين يغذي خلايا الانسان بالماء. قال على عالم أنتوان لافوازيه يقول من اجل الحصول على الماء يجب ان يقوم الاكسجين بحرق الهيدروجين، عندما نحرق الهيدروجين في بداخل انسجاتنا فان الطاقه التي تتحرر تقوم بتغذيه اجسامنا، الطاقه زين، الهيدروجين هي الماده الاقل وزنا وقياس المعرف بها في العلم يعرف انه يمر بسهوله بكافه اجزاء جسمه، فانت تشرب ماء ساخن الهيدروجين بسرعه يمر فيساعد حتى في تقويه الذاكره ايضا. مع تقدم السن عشان نعد ايش يحصل استنزاف الهيدروجين، فهذا يحصل امراض الشيخوخه وهذا. لا تتحرك اي من الالكترونات في غلاف الجو الا ان يرافقها الهيدروجين. ذره الهيدروجين، شوف ذره الهيدروجين، ذره هي الماده الاصغر والاكبر قوه فعاله مضاده للسموم، أكبر قوة فعالة مضادة للسموم، فإذا تشرب الماء الساخن هذا الهيدروجين يقوم به يحارب السموم التي في جسمه. تخزن السجل كبد أكبر كمية من طبعا الهيدروجين هناك، الهيدروجين هي المادة الأساسية المضادة للسموم الأكسيد. الكبد طبعا شرحنا من قبل، ألبرت سانت جورجي الذي اكتشف فيتامين سي قال قال الهيدروجين من اجل الهيدروجين من اجل حصول الهيدروجين هي وقود الحياه خلافا للاكسجين، وقود طيب طبعا مساله خزن الهيدروجين
ولا توجد خلايا سرطانية. الخلايا السرطانية في جسم الإنسان المريض المصاب بسرطان تكون الميتة نتيجة لعدم وجود هيدروجين. No hydrogen in cancer cells at all. إذا مع شرب الماء الساخن يساعد المريض على تخفيف المرض السرطان نفسه، لأن الخلايا تكون ميتة بس الجسم الإنسان فيه خلايا حية، فبالتالي مع شرب الهيدروجين شرب الماء الساخن يستوعب الهيدروجين بكمية كبيرة، وبالتالي يقوم يعني مرة ثانية يحيي الخلايا السرطانية، وبالتالي يعني هناك في حالات من الذي شفي بسرطان الحمد لله رب العالمين. فإذا مفيد جدا في علاج السرطان. طريقة تناول أعتقد سنتوقف هنا عشان الوقت، لأن انتهى الوقت. بس طريقة تناول أول مشروب الصباح يمكن بالنسبة لكم، لأن مثل قيس يشرب يعني جلاسين ثلاثة أربعة جلاسات ما يلتزم على الطريقة، لكن يعني يمكن فيما بعد ترون أنه يحتاج التزام، مثل أنكم عارفين من ارتأيت من سن المراهق، وبالتالي بس مهم في الصباح عند الاستيقاظ من النوم قبل غسل الأسنان، وهذا في سبب لماذا لكن صعب أن أشرح الحين، واقفا وقبل غسل الأسنان هي روائح تكون ميثان غاز ميثان من داخل الأمعاء تستنبط وليس من الفم في الصباح، وواقفا يعني ما صعب أشرح الوقت لأن يجب أن أتوقف يمكن بقي دقيقتين فقط. وأيضا كل ساعة ساعتين تشربون كأس من الماء الساخن، وأيضا قبل الوجبة بربع ساعة أو نص ساعة تشربون كلاس من الماء الساخن. هذا مهم جدا أيضا، كما قال العالم الأمريكي دكتور باتمانجليج قال شرب الماء فاطر، طبعا لأن هذا مادة جديدة الحين وتوفقنا في الملكية الفكرية، لكن أنا نقول شربوا الماء الساخن ربع ساعة أو نص ساعة قبل تناول الوجبة، والمساء مثل الصباح هنا قبل النوم إذا استطعتم. الكلاس يكون عادة طبعا يعتبر 500 مللتر. أنا مدمن على الماء الساخن أكثر من ما كنا مدمن على السيجارة، ما أشرب سيجارة لأنه مضرة، فمدمن على الماء الساخن أشرب باستمرار، خلاص جسمي متقبل على الماء الساخن بقدر يعني سريع. نتائج إذا يجب أن أتوقف هنا لأن شرائح كثيرة والوقت ضيق، أفضل تلاقي أسئلة لأن عندنا فقط 8 دقائق لتلقي الأسئلة وأيضا الملاحظات، ومن الذي يريد انتقد علنا، وأنا بالطريقة هذه أتعلم أكثر. هي مادة علمية كل يوم واحد يتعلم أكثر، كلما أعمل محاضرة أتعلم زيادة، فالمعلومات تزداد يعني يوم وراء يوم، فلا تترددون حتى في الانتقاد، أتقبل الانتقادات. إنزين، والمن يريد يشرب الماء ساخن موجود هناك يعني نعم مثل شرب شاي اللهم بينا. نعم إذا من الذي يريد يسأل سؤال؟ من الذي يريد يسأل سؤال؟ نعم تفضل أختي. أنت ذكرت على الماء الساخن، فإيش الفرق بين الماء الساخن والبارد من حيث الفوائد؟ أوكي ممتاز ممتاز. أوكي ركز شباب يعني أوكي عارف أنتم ما شاء الله عندكم طاقة لذلك تبتسموا تضحكون وكذا الله يطول عمركم ما شاء الله. زين أوكي إيش يعني فرق بين ما هي بارد وما هي ساخن؟ طبعا عشان نعود مرة ثانية، الفرق هو الفوائد اللي شرنا في قبل من في القرآن الكريم، وأيضا سائل أمنيوسي بالنسبة لتكوين فوائد الماء الساخن أشرنا. الماء بارد هناك دراسة يعني حتى في فلوريدا اكتشفوا وعلماء وأعلنوا عالميا الأساس الماء بارد يتسبب في تجميد الدهون بداخل شرايين الدم، وشرايين الدم من أجل إيش؟ من أجل إيش شرايين الدم؟ عشان تنقل مواد الدم في أعضاء جسمه. وإيش فائدة الدم في جسم الإنسان؟ مادة غذائية ما كده؟ ولا ينقل الأكسجين، وهي كمان تعتبر مادة غذائية لأعضاء جسمه. وبالتالي إيش يحصل في شرايين الدم لما واحد يشرب الماء بارد؟ ممكن تجرب هذه التجربة، ممكن تجرب التجربة هذه في مثل صحن بقية الدهون الطعام، تسكو ماء بارد بتشوف يتجمد مثل حتى ما غسل يدين، وماء ساخن يذوبه. هنا لما الماء بارد نعم الماء بارد يجمد الدهون.